متتبعي موقع تينغر بلس الإخباري، مرحبا بكم من جديد. اليوم في إطار حلقة جديدة من برنامج شباب في الواجهة، نعرض عليكم حلقة نكتشف من خلالها شاب وموهبة رياضية من تينغير. إليكم الروبورتاج. أكيد أنكم تعرفتم على الموهبة الشابة. نستضيف اليوم موهبة رياضية اسمه مصطفى إتش شهبي. مرحبا، كنشكر موقع تينغر بلس على الالتفاتة، كنشكركم حتى نتوما بدوركم على المجهودات الجبارة اللي كديروا. الآن في إطار تقريب المشاهد الكريم من الموهبة الشابة، سي مصطفى إتش شهبي عرفنا على راسك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم تينغر مصطفى الشهبي من مواليد 1994. تزاديت وكبرت هنا في تينغر، كنسكن في
مجموعة 50 دار سنغال. هنا فاش تزاديت، هنا فاش تحققوا لي شي شوية من الأحلام ديالي، وهنا فاش درت البروجي ديالي إن شاء الله. الأكيد سي مصطفى أنك رياضي شرس ومعروف وسط الأقران ديالك ووسط الأصدقاء ديالك، عرفنا على النوع الرياضة ديال اللي كتمارسوها وأشنا هما الرياضات اللي كتميز بها في المنطقة. الرياضات اللي كنمارسوها كاين اللايت فري فايت. اولا قبل ما نهضر على الرياضه نهضر لكم شويه على الجمعيه اللي اكتشفتني واللي كيرجع لي الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى. الاستاذ ديالي مراد الغزي هو اللي اكتشفني، والجمعيه ديال الصداقه هي فاش كنتريني لحد الان. الرياضات اللي كنا كنمارسو بحال هادي واللي مازال كنمارسوها كاين لايت فري فايت، وكاين الطاي بوكسين دابا كنمارسها في ورزازات في جمعية التنين، ورزازات للثقافة وأساليب الحرب. حتى هي من هذا المنبر كنوجه الشكر للمدرب ديالي الثاني سي عبد الرحمن بيبي. وكاين المويتاي والطاي بوكسين وبوكس فرونسي. أما هنا في سنغال كنمارسو كاراتي كونتاك وكاراتي شوتوكان، وكاين لايت فري فايت فاش واش كاينين دابا. جميل جدا. النوع واحد العدد ديال الرياضات كتمارسوها هنا في المنطقة، سواء في المنطقة ولا على مستوى الجهة، يعني على المستوى المحلي. سي مصطفى واش كاينين شي إنجازات ولا شي مشاركات على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي؟ واش سبق لكم شاركتوا في شي منافسة؟ بما يتعلق سي الحسن على من ناحية ديال البطولات، كاينين جوج بطولات ديال المغرب. أولها كانت سنة 2014 شهر فبراير، كانت في مدينة ورزازات، بحيث اديت بطل المغرب الكاراتي كونتاك لبوا 88. وكاين عاوتاني واحدة دينا فيها دوزيام. هاد دوزيام ما جاتش هكا، جات واحد التوعك لعبنا برجل واحدة كانت مفدعة، والحمد لله استطعنا باش نجيبو دوزيام. ودابا كنبريباريو ان شاء الله واحد ثلاثة ديال البطولات ديال المغرب، جوج ديال الكاراتي وكونتاي، واحدة ديال الطاي بوكسين ان شاء الله في الجمعية اخرى ديال ورزازات لو بوا 100 ان شاء الله الرحمن الرحيم. سي مصطفى من بعد هاد المشاركات اللي هضرتي لنا عليهم، بغيت نسولك واش كاين الدعم ولا واش كاين شي حاجه ديال لا موتيفاسيون، شي حاجه اللي كتحفزكم انكم تواصلوا في هذا المشوار اللي فاش غادي، ولا انه جميع التكاليف البطل ولا الممارس هو اللي كيتحملهم؟ بما يتعلق بالدعم كاينين جوج، الدعم النفسي والدعم المادي. ما يتعلق الاول الدعم النفسي، كاينين الدراري صحابنا الحمد لله كنشكرهم من هذا المنبر، هما اللي كيساندونا نفسيا. اما ما يتعلق بالدعم المادي فكلشي حنا اللي كنديروه، حنا اللي كنبيو كلشي من جيوبنا، لاسورونس، الترانسبور، الماكله، لوطيل، كلشي، وحتى ستاج حنا اللي كنتكلفوا به. ما يتعلق ديال الدعم كاع الجامعه الملكيه ديال هاد فنون الحرب كاملين، حنا بعدا ما كانش الدول في هذا الاطار. هذا قبل ما نوجه واحد المراسله، انت بغيتي تحيي الشباب، واحد الرساله اخيره للشباب، اش كتقول للشباب بالنسبه للممارسه ديال الرياضه؟ يا رساله ديال الحب والتشجيع، واللي عنده بغيت نقول لهم اللي عنده شي بروجي ديالو ما يتعلق الرياضه فليستمر فيه وما يفشلش، حيت كما كنعرفوا المنطقه ديالنا الحمد لله كانت فيها طاقات، ولكن ما لقاوش معاه من يخدموا، ما لقاوش، ما كاينش غير هذا ديالنا، هذا ديالكم. وكنتمنى من المسؤولين كاملين يعاونوا الشباب باش يعطيو حتى هما واحد الكلمه ديالهم هنا لقدام ان شاء الله. وكنتمنى من المجتمع المدني يشجعنا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نعطيو حتى حنا الكلمه ديالنا في العالميه ان شاء الله. تتمنوا بانه الرساله ديال مصطفى ايت الشهبي توصل جميع الفعاليات الرياضيه وجميع المسؤولين كل من موقعه باش يوفروا لنا للشباب ظروف الاشتغال وظروف التالق؟ موقع تنغير بلس الاخباري يضرب لكم موعدا في حلقه اخرى من برنامج الشباب في الواجهه مع موهبه شابه اخرى وفي مجال اخر. شكرا لكم.